بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. عاوز اكلمكم عن واحد من الناس الجميله اسمه احمد البرديسي. في يوم اصيب احد زملائه فيروس كورونا ورفضت كل المطاعم المجاوره ليه انها تقدم له الطعام. المشهد ده خلى البرديسي يفكر في مبادرته العظيمه اللي بيقدم فيها وجبات صحيه مجانيه لمرضى الكورونا، وسمى المبادره مطبخ كورونا المجاني. مبادره جت في وقتها وفي عز احتياج مرضى الكورونا ليها، مبادرة فيها تكافل رائع وإحساس بالرحمة والإنسانية. تعالوا نقول للبرديسي ألف شكر. فكرة مطبخ كورونا جات لي في شهر 5 السنة اللي فاتت. كان ليا صديق يعني يعز عليا، كان كاتب على الفيسبوك ان هو طلب اكل من مطعم والمطعم رفض يوديله عشان خايف على الناس اللي عنده وعلى الدليفر اللي عنده. فانا عملت الوجبات ووديتها له. قال لي يا ريت زي ما عملتي معايا نعمل الموضوع ده لعم يومه، عشان تلاقي ناس كتير مصابه ومش عارفه برضه تاكل ازاي، وخصوصا ان المصاب بيبقى صعب ان هو يعمل اكل. فانا كتبت عندي على الفيسبوك ان احنا نعمل مطبخ كورونا، بحيث اللي هو مطبخ هيعمل اكل وفي نفس الوقت المصابين كورونا. فمن هنا جات لي الفكره ان انا اسميه مطبخ كورونا، هو مجاني فخليته مطبخ كورونا المجاني. والمصابين بقى يتواصلوا معانا برضو عن طريقنا الفيسبوك او عن طريق التليفون بتاعي، يبعتوا لنا البيانات بتاعتهم. شرط اساسي ان احنا نبعت الوجبات للمصاب ان هو يتواصل معانا سواء على الواتس او على التليفون، يبعت لنا صوره المسحه او يبعت لنا صوره من الاشعه تثبت الاصابه بتاعته. بنعرف المصاب كم فرد في الاسره او كم فرد مصاب، بنبعت لكل فرد وجبتين، واحده غدا وواحده عشاء. بتبقى الوجبه متكامله غذائيه وصحيه في نفس الوقت. بدانا واحده واحده الناس تعرفنا، بقينا نوصل 100 وجبه 150 وجبه وفي اليوم. بعد كده بدانا نتواصل في محافظات تانية، وكل محافظه بنروح بنلاقي ناس تساعدنا وتقف معانا. احنا هنا يعني بوجه رساله لهم كلهم ان مريض كورونا دوت مش شخص مؤذي او مش حاجه عيب او حاجه حرام ان هو يتصاب. عادي الاصابه ديت ممكن تيجي لك وتيجي لاخوك وتيجي لاهلك، ممكن تيجي لاي حد. فانت عاملهم باحترام وعاملهم كويس وساعدهم قدر الامكان، عشان لو قدر الله حصل لك حاجه تلاقي الناس برده بتساعدك.